السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ملفات. حذرت وزارة الصحة والسكان بالأمس القريب من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا المستجد ينمو وينتقل بشكل أسرع من باقي السلالات، وهو ما يستدعي من المواطنين الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشاره أو العدوى به مستقبلا. هذا وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات مصر من خلال متابعة الموقف أولا بأول بشأن المتحور الجديد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضده أو ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. للحديث حول مخاطر هذه المتحورات ومدى تأثيرها على صحة الإنسان وكيفية تجنب الإصابة بها، يسعدنا أن نستضيف معنا الليلة داخل الاستوديو الدكتور أنور شاهين، أخصائي العدوى والحساسية وعضو الاتحاد الإفريقي لمكافحة العدوى. دكتور بنرحب بك في بداية هذه الحلقة. أهلا وسهلا بحضرتك. لكن اسمح لنا نبدأ بتقرير أعده الزملاء في أسرة الإعداد حول هذا الموضوع، ثم نعود في هذه الحلقة من برنامج ملفات. ما زال فيروس كورونا المستجد قضية مطروحة عالميا، فبعد أكثر من 3 سنوات من الإعلان عن ظهور الوباء لأول مرة، أصبح أمرا واقعا التعامل معه بجدية أكثر وحذر، لا سيما عقب التحورات التي شهدها كوفيد-19 على مدار السنوات الماضية. فمع استمرار ظهور سلالات جديدة من وباء كورونا، تبقى المعضلة الأساسية في تحديد أيهما الأكثر ضررا، الفيروس أم متحوراته التي تتميز بسرعة الانتشار وزيادة عدد الإصابات بها، والتي لا تزال اللقاحات الحالية ذات فاعلية بالنسبة لها. وقد فكرت منظمة الصحة العالمية مفاجأة بعد قرارها أن جائحة كورونا ما تزال تشكل حالة طوارئ صحية تثير قلقا دوليا، خاصة مع ظهور المتحور الجديد XBB.1.5 والذي تم رصده في 29 دولة حول العالم. وقد أعلنت المنظمة أنها ستراقب عن كثب الدراسات المختبرية وبيانات المستشفيات لمعرفة المزيد من تأثير هذا المتحور الجديد على المرضى. كما أشار تيدروس أدهانوم المدير العام للمنظمة أنه مع بداية السنة الرابعة للوباء، فإن العالم بوضع أفضل بفضل التقدم في توفير العلاجات واللقاحات اللازمة. وزارة الصحة المصرية من جانبها عمدت إلى الإبقاء على وتيرة مواجهة وباء كورونا ضمن الآليات والبروتوكولات المعتمدة عالميا، حيث أعلنت عن توفير جميع أنواع اللقاحات للتعامل بفعالية وأمان مع متحورات أوميكرون وجميع متحورات كورونا، إلى جانب ما تم اتخاذه من تجهيزات في المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية، مع تحديث بروتوكولات العلاج وفقا لما يطرأ على الفيروس من تحورات جديدة. الضوابط التي تم اتخاذها في جميع منافذ دخول البلاد والإجراءات الاحترازية كانت جادة واستباقية حفاظا على حياة المواطنين في مواجهة هذا الوباء. فمع استمرار الفيروس القاتل في التحور بأشكال عديدة، وهو ما يثير المخاوف والقلق من أن يتطلب الأمر في بعض الحالات إلى البدء من الصفر في خطط مواجهته. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من ملفات مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور أنور شاهين، أخصائي العدوى والحساسية وعضو الاتحاد الإفريقي لمكافحة العدوى. بنرحب بك مرة أخرى. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني أهم حاجة مبدئيا نطمن الناس ونطمن برضه احنا فيما يتعلق بواقع وباء كورونا في مصر، يعني مقارنة بباقي دول العالم، ما هو الوضع الحالي؟ يعني بما أن حضرتك مطلع طبعا على الوضع بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا من 2019 شهر 12/2019 وإحنا في بدايات نقطة ظهور الكورونا، وحتى الآن في يعني كل فترة بمتحور جديد بشكل جديد. إحنا كنا في الأول نقطة إن هو نقطة اكتشافه أصلا، ونقطة إن هو يتعزل، ونقطة إن هو إحنا نعرف الخصائص بتاعته، نقطة إن إحنا نعرف العلاجات بتاعته، هل في علاج ولا لأ، طب هل في مصل ينفع معاه ولا لأ، وبدأنا نقطة المصل، وفي مصل هيطلع وبدأ يطلع بدل المصل 2 و3، بدأ الجرعة 2 و3، بدأ نقطة التحورات، ودي اللي هي خاصية من خصائص هذا الفيروس، نقطة إن هو دايما في متحورات جديدة لي زي ما حضرتك يعني زي ما كلنا تابعنا. لكن بفضل الله
يعني كان من بداية كنت مع حضراتكم هنا، وكان نقطة التخوف نقطة التحورات كنت كان في دايما يعني قاعدة كنت أنا دايما بطمن الناس بيها، والحمد لله بالفعل كان الحمد لله مشيت بهذا الأمر، إن التحور بيضعف الفيروس. نعم. هو ممكن يزود خاصية من خصائصه زي مثلا سرعة الانتشار، مفيش مشكلة تمام، لكن الأهم عندي نقطة المضاعفات، نقطة تأثيره على الجسم، ونقطة المورتاليتي ريت أو الوفيات اللي بيخلفها وراءه. احنا لما نيجي نقيس أي متحور ما لناش بالاسم وإنه في تحور أو هو كورونا والأسماء اللي تخوف دي أو ترعب والكلام ده، لا، احنا لنا علاقة بأربع نقط. أول نقطة نقطة الانتشار بتاعته، نقطة الاكتشاف بتاعه، نقطة المضاعفات بتاعته، نقطة المناعة، وهل يحدث التغيرات دي يعني لابد ان انا اغير المصل بتاعي بصوره كامله ام لا. تمام. المتحور الجديد اللي احنا فيه الاكس بي بي 1، المتحور الجديد ده في الخاصيه الاولى نقطه الانتشار بتاعته، بالفعل الانتشار اوسع واكبر، حتى في هناك في يعني كان في الصين مش كان مسمينه فيروس يوم القيامه. تمام. لكن هو ده ليس لفظ علمي، فالبي اف 7 هم سموه هناك بي اف 7. يمكن عندهم حالات وفيات كثيره دكتور، والاقمار الصناعيه بتنقل صور عن محارق الجثث، ويعني عندهم حاله برضو مترديه. هي الاعداد تخطت الاعداد ما قبل في ذروه كورونا في بدايته، تخطت هذه يعني حققت يعني عملت رقم قياسي في نقطه الوفيات، كانت يعني كان في الفتره اللي فاتت دي كانت تخطت ال 30 مليون هناك، فكان الرقم مفزع، ده امر منتهي. لكن نقطه الوفيات اقل، نقطه التاثير بتاعها. وحضرتك لما نيجي نسمع، احنا قدامنا هنا في مصر وزي واعلنت وزاره الصحه على هذا الامر وجوده، وهو موجود، لكن لما تيجي تشوف انت عاوز تشوف صدى او مدى تاثيره هتبص فين؟ على المستشفيات، هتبص على نقطه العنايه المركزه، هل تكتظ زي المشهد اللي احنا كنا بنشوفه قبل ذلك؟ لا، الامر بسيط جدا. ممكن المده العدد يعني ممكن الفتره اللي فاتت الناس كلها كان يجي لها دور برد، يعني الناس انا جالي دور برد بس شديد شويه، في تكسير في الجسم، في نقطه الرشح، في نقطه الكحه، في نقطه الصدر، في مشكله ممكن يترك بعض الحساسيه، ممكن المده تطول شويه، لكن لما تيجي حضرتك تشوف المضاعفات ما كانش زي الاول. المضاعفات ليه حضرتك؟ ليه النقطه ما عادش زي الاول؟ في حاجتين. المتحور تمام، هو ليه بيحدث اصلا تحور في الفيروس ده؟ مثلا في فيروسات تانية ما بيحصلش فيها هذا الامر. هو ده السؤال برضو دكتور، يعني كثره المتحورات المتعلقه بكورونا، هناك سلسله من لا تنتهي تقريبا، يعني كل شويه بيظهر متحور، هل هي حاجه خاصه بكورونا؟ هل حاجه خاصه بهذا الفيروس تحديدا؟ ولا دي حاجه شائعه في بقيه الفيروس؟ هي ده حضرتك، ده الفيروس احادي الشريط النووي. نعم. تمام. اللي هو الار ان ايه، فلما نلاقي احادي لما نلاقي في البكتيريا او في الانسان، او تلاقي اللي هو دبل ستراند دي ان ايه، اللي هو بيبقى الثنائي معنى كده ان لما بيحدث اي تغير في الترتيب الجيني في الار ان ايه اللي موجود، المقابل ليه بيصلح هذا الخلل ويظل على نفس السلاله ونفس الشكل ونفس المواصفات قائمه، لا تحدث طفرات. تمام. لكن الفيروس احادي الشريط النووي الار ان ايه، فلما يحدث لما بيحدث خلل في الترتيب الجيني بتاعه، فايه اللي يحصل؟ يحصل تغير في الصفات بتاعته، فلما بيحدث تغير في الصفات بتاعته احنا بالنسبه لنا بنسميها طفره. تمام. او بنسميها متحور جديد. ليه احنا بنسميها متحور جديد؟ عشان احنا بنلحق بسرعه نكتشف هل هذا الامر احنا تغير في اي صفه من الصفات. ساعات اللي هو النتوءات الخارجيه للفيروس دي بتزداد مثلا بشكل معين، فبتزود الالتصاقها بالاجسام مع انتشارها عن طريق التنفس، فبتزيد نقطه الضراوه في الانتشار. تمام. فاحنا حضرتك فاحنا بنتكلم هل هذا الامر جديد؟ لا، مش جديد، هو دي خاصيه فيه وهتظل كده، لكن الحمد لله ان هي بتضعفه وليس تقويه. والحاجه الثانيه حضرتك لازم نخلي بالنا منها كويس جدا، احنا دلوقتي بقى الناس عندها
الذاكره المناعيه، الذاكره المناعيه العدوى اللي احنا كل فتره بناخدها، تمام، بتخلي الجسم بيتعرف على هذا الشكل عشان الجهاز المناعي لما يشوف الفيروس بالشكل اللي هو قدامنا بيبدا يهاجمه خلاص. انا لما او احنا يعني ايه فكره التطعيم؟ فكرة التطعيم ان انا بوضع في الانسان، بحقن الانسان بفيروس، تمام، ضعيف، الجسم يبدا يشوف ان ده جسم خطير وان انا او جسم غريب وده هيضرني، فببدا ان انا اتغلب عليه، تمام. لكن العدوى بيبقى الفيروس سليم، بيبقى صحيح، فممكن يحدث اصابات، لكن التطعيم بيبقى فيروس ضعيف فيبدا يتغلب عليه ويبدا الصوره الشكل ده، الجسم بيبقى جهاز المناعي اول ما يشوف المشهد ده بيبدا يجهز الجيوش بتاعته ويبدا يتعامل معاه. فاحنا العدوى اللي احنا كذا مره الواحد اصيب بيها طبيعي دون ما يشعر او لا يشعر، اكيد كل الناس اصيبت بهذا الامر، تمام. الحاجه الثانيه نقطه التطعيمات اللي احنا خدناها، اقل واحد مثلا خد 2 أو 3، تمام، فدي كلها بتزود الذاكره المناعيه عندنا للقضاء على الفيروس. حتى لو الفيروس جه تأثيره بيقل بنسبة من 70 لـ80%. طيب على أرض الواقع يعني الفيروس الأخير اللي الناس بتتحدث عنه، ما هي أعراضه وما هو تأثيره؟ وهل العلاج منه علاج سهل؟ وهل بيستجيب للقاحات؟ يعني يكون هناك تأثير للقاحات على عدم الإصابة بهذا الفيروس؟ الفيروس زي ما كنت بقول لحضرتك لما بيصيب الإنسان بياخد بنسبة كبيرة أعراض دور البرد، هتلاقي فيه مثلا زي رشح، زي ممكن كحة، تكسير في الجهاز في الجسم، وده موجود بصورة كبيرة عند الناس. الحمد لله ان هو لا يصيب الجهاز التنفسي السفلي، بيصيب الجهاز التنفسي العلوي، تمام. ممكن يصيب الجهاز الهضمي، تلاقي في بعض الاسهال مثلا يصيب حتى الاطفال، هذا الامر بيبقى مشهور عندهم، ومع ارتفاع درجات الحراره. دي الحاجات الكومن، الحاجات المشهوره عنه موجوده بهذا الامر. طب احنا هل احنا التفرقه مهمه بالنسبه لنا؟ لا، مش شرط، مش مهمه بالنسبه لنا ما دام الدور خفيف وضعيف يعني. لكن لا قدر الله احنا بنمشي بالعلاج بتاعنا معاه باكنه احنا بنمشي نقطه اللي هي حاجات سيمتوماتيك، يعني حاجات اللي مثلا في مشكله مثلا عندي في الجهاز التنفسي، ببدا ان انا ادي له حاجات بتاعت الجهاز التنفسي، في جهاز الهضمي، حاجات كل حاجه وحاجتها بس يعني، ومضادات الحيويه، ان انا بدي مضاد حيوي قوي ان انا عشان ما يحصلش سكندري انفكشن، ان هو يحصل عدوى اخرى، لان الفيروس لما بيدخل الجهاز المناعي بيطرح في الجهاز المناعي، فيبقى كده بيتيح الفرصة لعدوى أخرى ممكن تبقى عدوى بكتيرية قاتلة في هذا الوقت. فأنا بدي المضاد الحيوي حفاظا وليس علاجا، حفاظا على الجسم إن هو يحصل له عدوى بصورة أثناء أخرى مقاومة أثناء هذا. لكن بعض المتابعين دكتور أنور بيتحدثوا عن أن الفيروس ده موجود من شهور، يعني يمكن موجود من فترة طويلة لكن لم يتم رصده، وبعض الناس بتتعايش معاه، يعني هل ده وضع جيد ولا سيء في هذه الحالة؟ يعني احنا امر يعني بالنسبه لنا كافراد، تمام، كافراد هذا الامر لا يعنينا كثيرا. اللي يعنينا، تمام، ان يكون امر خطير ولا يرصد، تمام. لكن الامر بسيط، الامر خفيف، بل بالعكس زي ما كنت الاوميكرون اول ما ظهر، يعني انا كنت دايما اقول ان ده تطعيم مجاني للناس. الاوميكرون اول ما ظهر كان صوره انتشاره سريعه جدا ووتيره عاليه جدا وللناس كلها، والحمد لله اصابه ضعيفه، تمام. طب احنا لما نيجي الاكس بي بي 1 اللي موجود دلوقتي، هل هو تغير كبير ان انا ما اخدش بالي؟ لا، هو اولا الاختلاف الوحيد اللي ظهر نقطه سرعه انتشاره فقط. لكن هل هو لا يظهر بالبي سي ار؟ لا، يظهر بالبي سي ار العادي زي اللي قبليه، فكده لم يحدث طفره في القوام الرئيسي للفيروس. هل هو مضاعفات اخطر؟ لا، مضاعفات اقل او متعادله مع السابق، تمام، وليست مع الكورونا في الاصل. هل التطعيمات لا تحدث معه تاثيرا؟ لا، تحدث معه، وان كانت بتضعف،
يعني مثلا هو كانت بتجيب مثلا مع قبل كده. لماذا يعني ما يحدث في الصين؟ الصين عندها أزمة كبيرة جدا فيما يتعلق بهذا الفيروس، وكان عندها نوعين من التطعيمات وكانت استخدمتهم على نطاق واسع، وما ذلك في حالة من الارتباك وحالة من الإغلاق ووفيات كثيرة وإصابات كثيرة. يعني لماذا لم تكن هذه اللقاحات فعالة في هذه الحالة؟ والله لما جينا الامر ده نقرا فيه تمام، لا لقينا الفتره اللي فاتت في الصين نقطه الالتزام بالاشتراطات الصحيه عدمت تقريبا، اتمنعت، ما كانش فيه، ورجعوا للامور السابقه قبل ذلك بنفس الوتيره ما قبل الكورونا تمام، ما فيش احترازات، الاحترازات الطبية قلت بصورة كبيرة جدا، ودي يعني هم بيقولوا هذا الأمر. وممكن أنا أرى إن في تغير جيني في الفيروس عندهم بصورة كبيرة شوية. يعني زي ما كنت بقول لحضرتك إن إحنا عندنا الصورة اللي عندنا ده صورة ضعيفة تمام، لكن هم اللي عندهم لما حصل التغير الجيني في الار ان اي في الفيروس عندهم حصل بصوره اشرس شويه، فزيدت نقطه المضاعفات او الكومبليكيشن اللي بتحصل معانا بصوره اكبر مع سرعه الانتشار، فتحدث زي يعني بتحدث زي كارثه في الامر تمام. وان كان برضو هذا يعني لو انت حضرتك لاحظت نقطه الوفيات، انا بالنسبه لي نقطه الوفيات دي هي ده المعدل اللي احنا بنوصل عاوزين نوصل ليه. لا الوفيات نسبتها اقل من قبل ذلك بكل المراحل، يعني الكيرف حتى في هذا الامر اقل من سابق. فانا بالنسبه لنا كاطباء ما يعنينا نقطه المضاعفات ونقطه الوفيات، هل هو بيوصل لهذا الامر ولا لا قدر الله بيوصل بيزود المورتاليتي ريت؟ لا، المورتاليتي ريت عندنا نسبته قليله، الكيرف قليل فيها. تمام. طب يعني ملحوظ يعني الناس في مصر برضو نسيت شويه مساله الكمامات والاجراءات الاحترازيه، يعني هل نحتاج الى ان نعود الى التشديد على هذا الامر مره اخرى؟ يعني طبعا كل سنه وانتم طيبين، احنا في الاشهر مناسبات سعيده، عندنا رجب وشعبان ورمضان، واحنا في الفتره دي وراس السنه واخواتنا المسيحيين، ففي الفترة دي بتحدث التجمعات بصورة كبيرة. فيعني ولسه احنا داخلين برضو بنتكلم في نقطة العزائم في رمضان ونعمل ايه، النقط دي من النقط المهمة جدا جدا ان احنا ناخد بالنا منها. الاصابة ممكن اصابة واحدة يعني الشخص يصيب 10 افراد في هذا التجمع تمام، مع طبعا مع السن الكبير او السن الصغير تحدث الاصابات تظهر بصورة كبيرة تمام. لان مع السن الكبير او بعض الامراض زي السكر او الكلى او بعض الامراض التي تضعف المناعه بالاخص تظهر عليها الامور بشكل كبير، ان السن الكبير نفسه المناعه فيه ضعيفه، السن الصغير نفس هذا الامر. فاحنا لو انت حاسس ان انت كويس او انت الدنيا هتبقى معاك كويسه، فغيرك ممكن يتضر بدون ان تشعر. تمام. طيب كان في حديث عن الجرعة التنشيطية، حضرتك ذكرت ان في ناس خدت الجرعة مرة واثنين وثلاثة، لكن يبدو برضو ان المسألة ما بقتش بالذات الزخم اللي كان موجود. يعني هل نحتاج الى يعني التجديد في هذه المسألة؟ كان في قرارات متعلقة بعدم الدخول الى المصالح الحكومية الى بشهادة كورونا هل يعني احنا محتاجين في الوقت الحالي ان نعود الى هذا التشديد مرة اخرى؟ الدكتور حسام حسني كان في الحوار صحفي وقال ان في ثلاث، استاذنا الدكتور حسام يعني من الشخصيات العظيمه، يعني قال في هو اللي ماسك لجنه مكافحه الكورونا على مستوى مصر، قال ان في 3 مليون جرعه فايزر لقاح دخلت في مصر لهذه الفتره، ودي بتعزز نقطه اهتمام الدوله بنقطه التطعيم واللقاحات. خلي بال حضرتك من اهم النقط، ولو انت خدت بال حضرتك سلسله الاصابات بتكسر بايه؟ بتكسر بان يكون لا اما في مناعه قويه لا اما يكون في تباعد كبير، والتباعد التام ده لا يمكن هيحدث. يعني هو طبيعي، يعني طبيعه المعيشه. وخلي بال حضرتك لو انا عملت تباعد تام واغلاق، ما هو دي كوارث على الفرد قبل اي حاجه، ما هو كوارث عليك انت. فنقطه التطعيمات، نقطه اللي ما خدش التطعيمات بتاعته لازم ياخدها حفاظا على نفسك وحفاظا على غيرك وحفاظا على بلدك. ونقطه
نقطه ان انت ما تاخدش الجرعات وتاخد الجرعات التنشيطيه بتاعتك مهمه جدا، تمام؟ في حتى انت بتروح انت المركز الصحي اللي انت تابع ليه او القريب منك، وانت بتقعد مع الطبيب هناك وهو بيعرفك ايه ايه مين اللي ياخد اللقاح ومين اللي ممكن ما ياخدش ومين اللي ياخد جرعتين او ثلاثه. فالنقط دي انت لازم تروح تقعد مع الطبيب بتاعك اللي المتخصص في هذا الامر هو يعرفك، لان بيبقى في بعض الناس بصوره ما نقطه اللقاح ممكن يمنع عنهم يعني. تمام. طيب هناك سؤال يمكن منتشر ما بين الناس في الحقيقه، يعني نوع اللقاح، يعني حد اخذ نوع من اللقاح لما يجي ياخد الجرعه التنشيطيه لازم ياخد نفس هذا اللقاح؟ يعني هناك لقاح روسي وصيني وشركات امريكيه وشركات اوروبيه، لازم الانسان ياخد نفس اللقاح في الجرعه التنشيطيه؟ اخر حاجه سمعتها في هذا الامر قال لك من يفضل تغيير الجرعه، عن يعني كل مره تاخد جرعه مختلفه يفضل، لان كل انت بتاخد جرعه مناعه كبيره من اللقاح مثلا الفلاني الروسي مثلا، بتاخد بعد كده بتاخد الجرعه الثانيه بصوره مختلفه، مناعه مختلفه في مثلا اللي هو الفايزر مثلا كذا. فيفضل الاختلاف فيهم انت بتاخد مناعة اكبر واقوى وصورة مختلفة من انواع المناعة. تمام. طب مصر يعني ان شاء الله قطعت شوط كبير في انتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وكان هناك يعني تصنيع للقاح، يعني عايزين برضو نتعرف من حضرتك وصلنا ايه المرحلة اللي وصلنا ليها في مسألة انتاج اللقاحات، وايه اللي احنا بنطمح اليه في المرحلة اللي ان شاء الله اللي جاي. مع وزير الصحة كان قبل ما كان ماسك وزارة البحث العالي كان مهتم بهذا الأمر جدا، وكان في شهر 2/21 كان بدأ في هذا الأمر، وبدأوا إن هم كان في أواخر 21 أو أوائل 22 كان إن هم الناس يأخذوا اللقاحات الحقن اللي هو الحقن الجرعة الأولى والثانية والثالثة. فدي خلي بال حضرتك دي صوره كويسه جدا ان احنا الحمد لله ان احنا هيكون عندنا باذن الله لقاح مصري يكون عندنا، واحنا نكون مصدر توزيع باذن الله يكون من عندنا. وحتى كان في مؤتمر إن انا مش متذكر الاسم، او كان تبع منظمه الصحه العالميه، ان احنا ناخد ال حق التصنيع، حق نعم. التصنيع وحق التصنيع اللي هو الشغل اللي هي الام ار ان اي، وان احنا نشتغل اللي هي التكنولوجيا في هذه التقنيات، ان احنا خدنا الحقوق دي، وان شاء الله باذن الله يكون يعني انت تخيل ان انت تكون انت مصدر تصنيع وتوزيع زي ما كان في الاول احنا كنا مصدر توزيع، احنا دلوقتي نبقى تصنيع وتوزيع، تبقى يعني هي دي اخبار مطمئنه دكتور. الثقه الاستراتيجي وسياسي كبير وصحي كمان. ان شاء الله تكون اخبار مطمئنه، وان شاء الله نعدي هذا الامر ان شاء الله. لكن اعزائي المشاهدين، هناك اتصال مع الاستاذه الدكتوره جيهان فؤاد، استاذ التغذيه العلاجيه وتغذيه الاطفال وعميد المعهد القومي للتغذيه. دكتور جيهان، مساء الخير يا فندم. اولا اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. حضرتك طبعا يعني من ضمن المجموعات اللي بترصد واقع الامر فيما يتعلق بوباء كورونا. نسمع من حضرتك الاول الكلمات المطمئنه فيما يتعلق بهذا الوباء ان شاء الله، وبعد كده نسترسل في اسئلتنا. بالنسبه للموجات الجديده او المتحورات الجديده من كورونا، زي ما اتكلمنا في اول المشكله من حوالي 3 سنين، النصايح اللي احنا كنا بنسمعها دايما من اهالينا على الاعشاب والكلام ده، هل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ هو طبعا ما فيش حاجه اقول 100% انها تمنع الاصابه بالمتحور او بالكورونا، لكن عامه الحاله الصحيه السليمه بتخلي الواحد اقل عرضه للامراض. اقصد بايه بالحاله الصحيه السليمه؟ ان يكون الانسان في وزن متوسط او مثالي زي ما بنقول. احنا عارفين طبعا ان كل ما كان في سمنه كل ما كان تعرض الانسان للالتهابات والمشاكل الصحيه اكثر، فعشان كده دايما حتى من النتائج اصابات الكورونا لقينا ان الناس اللي عندهم سمنه كانوا اكثر عرضه لدخول المستشفيات واكثر عرضه لدخول حدوث التجلط والجلطات زي ما حضراتكم عارفين، او كمان دخول العنايات المركزه، فعشان كده بننصح بالتغذيه السليمه. تاني حاجه، التغذيه السليمه اقصد بيها ايه؟ ان احنا ناخد احتياجاتنا الغذائيه من النشويات والدهون والبروتين بتعادل،
يعني الوجبات الجاهزه والتعرض للمواد الحافظه وحاجات كتيره، في مش في الاكل بس، كمان بنسميها في نمط المعيشه، يعني النوم في اوقات معقوله، الشرب المياه بكميه كافيه، والوجود في وزن صحي. هل في حاجه متخصصه للمناعه من الفيروسات؟ احنا يعني في كلام كتير جدا وعليه اسانيد علميه على الحاجه بنسميها الفلافينويد، احنا عارفينها زي الحاجات اللي هي المواد الطبيعيه الملونه زي البنجر وزي الكركديه وزي كل الاعشاب اللي احنا متعودين، الكراويه واليانسون، لانه لقوا ان هي كل الاعشاب دي ليها جزء حلو جدا مهم جدا في تنشيط بعض الخلايا المناعيه. فبتبقى رسالتنا للناس مش ان انت اشرب كذا عشان ما يجيلكش، لا، خليك في وزن صحي، خليك في طريقه اكل صحيه ما فيش زياده في الدهون المحوله او البروتينات في الحدود الطبيعيه والنشويات في الحدود الطبيعيه، واشرب من الاعشاب الطبيعيه. طب بس دكتوره، يعني كثر الحديث في السنوات الماضيه عن التغذيه العلاجيه، وزي ما حضرتك اتكلمتي عن هذا الموضوع، ناخد مثال، يعني ما هي الاغذيه في تقدير حضرتك او البرنامج الغذائي الذي ربما يساعد بشكل مباشر على زياده المناعه والوقايه من الامراض مثل كورونا وغيره؟ زي ما قلت لحضرتك ان انت تكون في وزن صحي واكل سليم، بمعنى يقدم الدهون الكتيره او اللي هي بنقول ايه، يعني مثلا في الاكل في البيت نتجه الى التشويح او القلي الصحي زي الحاجات اللي هي الانواع الجديده من الاجهزه اللي ما فيش فيها كميات كبيره من الزيت، نتجه مسلوق، اللحوم بالذات تكون مسلوقه، مش عايزين اكلات معبأه اللي هي الحاجات اللي يعني هعمل فول طازه في البيت، مش تونه طول الوقت، الاكل اللي محطوط عليه مضافات، الاكل اللي محطوط عليه مواد ملونه، كل الحاجات دي تعتبر بالنسبه لنا ما تبقاش نمط حياه، ممكن اكل مره لكن ما تبقاش نمط حياه، بالاضافه ان احنا ناكل الحبوب في صورتها الكامله، بالاضافه ان احنا نشرب المشروبات زي ما قلت لحضرتك، لكن التغذيه العلاجيه ده يعني تخصص برز في الفتره الاخيره لما لقينا ان في بعض الامراض لا يعالجها الا الغذاء بس. زي حضرتك بتسمع على الناس اللي عندهم حساسيه للجلوتين، فالحل ان انا اكل اكل ما فيهوش جلوتين. الناس اللي عندها مشاكل حساسيات من بعض الاكل، امتناعي عن الاكل بيسبب لي حساسيه، ده معناها ان انا كنت صحه جيده. انا عندي ضغط دم، يبقى انا اقلل من استهلاكي من الملح عشان احافظ على مستويات صحيه من الاكل. يعني في حاجات كثيره بقى طريقه الاكل ونمط الاكل فيها بيحلها، زي اللي عنده سكر صحيح بياخد ادويه وكل حاجه، لكن لما بينقص في الوزن وياكل اكل المؤشر الجلايسيمي بتاعه معقول برضو نقدر نسيطر على السكر. السكر في حد ذاته مش مشكله لو انا قادر اسيطر على مستويات السكر بتاعتي تبقى ثابته والسكر التراكمي بتاعي في حدود 6. نعم دكتورة، حضرتك ذكرت الأعشاب وربما يكون لها تأثير إيجابي فيما يتعلق بزيادة المناعة، يعني الصيدليات بها أيضا أدوية أو مكملات غذائية مستخلصة من مواد طبيعية بيقال إنها بتزيد من المناعة، يعني تقدير حضرتك لهذه النوعية من الأدوية طبعا بدون ذكر أسماء هذه الأدوية؟ طبعا احنا طبعا عايزينها زي ما حضرتك قلت كده في صورة أدوية، يعني احنا لا نرحب ان انا اقول روح جيب من عند العطار، لان انا مش ضامنه هي الحفظ بتاعها عامل ازاي، او لو مضاف عليها مش بتضمن الحفظ بتاعها عامل ازاي. عايز تتعامل مع الاعشاب سواء اعشاب اللي هي الجهاز التنفسي، اعشاب الحاجات كلها اللي احنا بنستعملها دي، او الحاجات الصينيه، اعشاب صينيه معروفه بالاسم، في الحاجات اللي هي زي مثلا الثوم والبصل الموجود، الثوم بالذات موجود على شكل كبسولات، في حاجات كثيره جدا، كل دي المجموعه اللي انا قلت لحضرتك ان اسمها فلافينويد، الشاي الاخضر، الحبه السوداء، كل الحاجات دي يا فندم من الحاجات اللي بتحسن المناعه. لكن زي ما بقول لحضرتك يعني انا ضد فكره ان انا اشرب كذا فما يجيلكش، لا، انت لما بتشرب الاعشاب دي بطريقه متعادله وطبعا مش بكميات كبيره من السكر، لان كل ما بشرب سكر بيقلل المناعه، عشان كده دايما بنقول للناس قلل استهلاكك من السكر، لان خلي وزنك مثالي على قد ما تقدر وتقلل استهلاكك من السكر، كل الحاجات دي احنا بننصح بيها. نعم. طب فيما يتعلق بالمتحورات الجديده، حضرتك سمعتي طبعا عن وجود متحورات فيما يتعلق بفيروس كورونا، من الناحيه الغذائيه هل هناك استعداد لهذه، يعني نقدر نستعد لهذه المتحورات بشكل مختلف؟ هو التحور بيبقى تحور جيني، في يعني انت دايما لما جالك عامه، حتى يمكن حضرتك لاحظت المده اللي فاتت ان كان في اصابات كثيره في الجهاز التنفسي للاطفال، لان احنا بقى لنا سنتين ثلاثه
اللي موجود بس الكورونا، فكل الحاجات اللي كانت بتيجي ريجولر للاطفال، الاطفال لم يختبروا الجهاز المناعي ليها، فلما اختفت الكورونا شويه ابتدت زياده الاصابات الجهاز الايه التنفسي. نفس الحكايه في المتحورات، المتحور تحور حاجه بتحصل في الجين، يعني خلاص الميكروب عرف الجسم، عرف ان انت بتاخد الدواء الفلاني فيبتدي يتحور، يبتدي يحصل له تغير، ده حاجه ظاهره في الابيديميولوجي معروفه. لكن هل هي في تغييرات في نمط الاكل؟ لا، هي نفس الفكره، انت في وزن مثالي، انت في صحه جيده، بتشرب كميات معقوله من المياه، بتمارس رياضه، بتستعين بالفلافينويدز اللي احنا قلنا عليها، اللي هي منها اعشاب ومنها اكل زي البصل والكرات. عارف حضرتك كان في حاجات شعبيه عندنا بتتاكل، الناس كانت بتاكلها بطريقتها الفريش، دي كلها كانت ليها قيمه غذائيه عاليه جدا، والورقيات والحاجات اللي زي كده. لكن هي ما فيش حاجه مخصوصه للمتحور علشان اقلل حدوثه للانسان. نعم. طب دكتوره جيهان، يعني احنا بنتحدث طبعا عن المعهد القومي للتغذيه وسلامه الغذاء، وحضرتك تعلمي طبعا ان الفتره الاخيره كان في شكوك في بعض الاغذيه وسلامه هذه الاغذيه، هل من الممكن ان تؤثر عدم سلامه هذه الاغذيه على زياده معدلات الاصابه بالفيروس؟ لا، هي ملهاش علاقه مباشره بالفيروس، لكن هو حكايه سلامه الغذاء دي، اي غذاء بيصنع بيكون دي وصفة معينة، سواء كانت للحفظ أو سواء كانت للاستعمال أو للسن بتاع الاستعمال. فعشان كده احنا بس بنطلب من الناس أي حاجة بيتعاملوا معاها في معبأة أو في شكل مكملات غذائية، يشوف دي تنفع أو تحت 18 ولا فوق 18، هل في الأكل ده، احنا برضو عندنا الثقافة بتاعت قراية المنتج أو قراية المكملات الغذائية أو المحافظة على الأكل داخل الثلاجة أو خارج الثلاجة، لسه الثقافة بتاعتنا أو الكميات الموجودة أو التعارض مع أنواع أخرى من الأدوية، لسه الثقافة بتاعتنا مش كويسة في النقطة دي. هي بس جوست إن أنا لازم تاريخ الصلاحية، على الأقل تاريخ الصلاحية، ما ينفعش آخد حاجة تاريخ الصلاحية بتاعتها أقرب أو منتهى. ما ينفعش إن أنا بعض أنواع من الأمراض زي أمراض التلسيم الغذائي، ما ينفعش مثلا يكون في فنايل ألانين فبص في الأكل ده فيه ولا لأ. ما ينفعش أنا مريض ضغط واخد حاجات مكتوب فيها انها عاليه الملح او عاليه السكر. هي احنا قراءه المكملات الغذائيه او اللي مكتوب على المنتج نفسه او المكمل الغذائي دي حته مهمه جدا، محتاجين الثقافه بتاعتنا فيه. نعم، اشكر ضيفتي عبر الهاتف الاستاذه الدكتوره جيهان فؤاد، استاذ التغذيه العلاجيه وتغذيه الاطفال وعميد المعهد القومي للتغذيه، شكرا جزيلا لحضرتك. اعود لدكتور انور، تحدثنا كثيرا عن اللقاحات يا دكتور، يعني خدت مساحه كبيره جدا، لكن الادويه، يعني هناك مؤسسات علميه وبحثيه وشركات اعلنت عن وجود ادويه لعلاج كورونا بشكل فعال، يعني ما هو موقف هذه الادويه فيما يتعلق بالمتحورات الجديده؟ كان شركه فايزر كانت طلعت نوع من العلاج، تمام، وكان تحت شركات كتير ومؤسسات بحثيه تحدثت عن العلاج، اليابان واوروبا وامريكا، دول كثيره جدا، لكن ده اللي كان داخل نقطه الحيز التجربه بالفعل، وكان ان هو كان هيطلع ان هو يبقى للكبار السن فقط، ولكن لحد حتى الان لم يعتمد. يعني ده كان نقطه العلاج ده، كان هيوفر بصوره كبيره جدا نقطه يعني لما عملوه على مجموعتين من الناس المصابين، لقوا نسبه الشفاء تصل الى 90% بالعلاج ده، تمام. فنقطه العلاج، لكن حتى الان لم يتم اعتماده من الاف دي اي، وده في انتظاره ان شاء الله، لو كده هتفرق كتير يعني جدا معانا. كثير من الاطباء بيتحدثوا عن ان لا يوجد علاج للفيروس، يعني او للوقايه من الفيروس، يمكن العلاج الوحيد اللي انتشر كان التاميفلو ايام انفلونزا الطيور، لكن ما بنسمعش عن علاجات يعني. طب ما في علاج فيروس سي يعني لكن هي مش كتير. لا مش لا لا, لا هي صعبة. البكتيريا هناك عدد كبير جدا من المضادات الحيويه، تقريبا كل البكتيريا من الممكن، يعني مثلا لكن ليه الفيروس تحديدا في صعوبه في ايجاد علاج لهذا؟ لكسر التحورات، نقطه التحورات بتاعته المستمره والاشكال بتاعته المختلفه دايما، دي اللي بتبقى عائق في نقطه تصنيع العلاج ليه، تمام. الحاجه الثانيه، احنا معظم الفيروسات هتلاقيها ليها امصار، تمام، لكن نقطه العلاج ليها بتبقى من الصعوبه بالمكان اللي هتحدث، لكن في
تمام. لكن في مثلا بعض الفيروسات، والحمد لله كان نقطه مثلا وجود علاج فيروس سي ده كان طفره في نقطه، وكان نجاه يعني بالنسبه للامراض المتوطنه اللي كانت موجوده، بعض الموجوده في مصر وفي بعض الدول العالم، كان نقطه الفيروس سي، وكان ويعني نجاه كبيره جدا من اللي حصل، ان احنا كان تفتك يعني كان فيروس سي بيفتك بالناس، والحمد لله حصل الطفره اللي احنا شفناها والمبادرات الرئاسيه في هذا الامر، وان احنا وان العلاج يكون متوفر في كل المستشفيات في مصر بالمجان والتحاليل بتاعته، والحمد لله يعني دلوقتي، يعني دلوقتي مثلا تلاقي مثلا في بنوك الدم ما عدناش بنحتاج مثلا نقطه البلازما، كان الاول البلازما دي مهمه يعني فيها نقص في بنوك الدم، او كنا محتاجينها عليها ريت دايما باستخدام عشان امراض الكبد واحتياجهم دائم ليها. الحمد لله بعد مثلا بعد موضوع فيروس سي نقطه البلازما بقت موجوده بكثره، يعني الاحتياج ليها اصبح اقل، وده الحمد لله دي نتيجه الحمد لله نقطه الانتهاء او القضاء بنسبه 90% او اكتر في على مرضى فيروس سي في مصر. طيب عايزين برضو حضرتك تطمننا في نقطه مهمه جدا، يعني هل من الممكن ان يحدث تحور للفيروس بحيث لا يمكن صناعه لقاح لهذا الفيروس، ولا هو كل فيروس ايا ما كان التحور من الممكن صناعه لقاح له؟ يعني احنا كان الامر في بدايته كان صعب جدا، تمام. هو المشكله مش في موضوع حتى كمان تصنيع اللقاح، لان نقطه خوض التجارب بتاعته، وان انت تضمن عدم حدوث كمان مضاعفات قويه لهذا اللقاح. فانت عشان تيجي لما تيجي تعتمد اللقاح اللي موجود عند حضرتك، الموضوع ده بيمر بمراحل كثيره جدا. ده نقطه الكورونا عشان كثره وجوده، يعني ان هو بقى امر مستوطن موجود في جميع انحاء العالم، بقى وباء عالمي. فالموضوع ان هو الاجراءات بتاعته بدات تحدث سريعا، وكانت يعني كانت في خوض التجربه ونزلت في الناس، لان الناس محتاجاها، لان احنا يعني عدم وجودها هيضر اكتر. لكن نقطه حدوث ان هو يحصل مثلا فيروس، بيتم المحاولات دايما المستمره ان احنا نصل لهذا الامر. لكن حتى الان الحمد لله كل متحور بيحدث بيتم تغيير ليه في اللقاحات، بحيث ان هو يواجه زي حضرتك لو مثلا على الكمبيوتر دايما يبقى في فيروس وفي الانتي فيروس بتاعه، ودايما هي في صراعات حتى في الهاكرز بس هم بيقولوا يا فيما يتعلق بالكمبيوتر ان صناع الفيروس هم نفسهم صناع الانتي فيروس. هل ينطبق هذا الامر على الطب؟ يعني موجود هذا الوضع؟ ممكن يكون موجود؟ ما نضمنش. طيب يا دكتور، فيما يتعلق بتخصص حضرتك العدوى والحساسيه، هل هناك علاقه ما بين العدوى والحساسيه؟ هل يعني بعض الناس طبعا بيختلفوا عن بقيه الناس في ان هم عندهم معدل حساسيه عالي، يعني هل هؤلاء الناس اصحاب المعدلات العاليه من الحساسيه ليهم وضع خاص فيما يتعلق باصابات فيروس كورونا او العدوى بشكل عام؟ طبعا نقطة الحساسية دول يعني الأفراد المصابين بنقطة أو عندهم نقطة الحساسية، سواء أي شكل من أشكال الحساسية المناعية مثلا، سواء في الجلد أو في الجهاز الهضمي أو في الرمد أو في العين يعني، أو في الأنف مثل الجيوب الأنفية، المرضى دول بيعانوا بصورة كبيرة في نقطة الإصابات نقطة العدوى، لان هي بتبقى في مشكله اساسا ان هو بيبقى جسمه متحسس من بعض الادويه، من بعض الاكلات، من بعض العدوى نفسها ممكن تزيد الحساسيه بصوره ما، لان الجسم نفسه بيبقى في حاله تهيج بصوره كبيره. فالامور دي حتى نقطه العلاجات نفسها ممكن ياخد ادويه معينه وممكن ما ياخدش ادويه معينه، وممكن ياخد دواء معين يصيب يزيد الحساسيه دون ان هو مش عارف مثلا العلاج ده ما بيعملش مثلا حساسيه، فياخد بعد فتره يبدا ان هو يعمل حساسيه عنده فيزيد من الطين بله يعني، او بيزيد من حساسيته. فاحنا دايما نقول للمرضى الحساسيه ان هو ما ياخدش اي علاج او يغير الروتين بتاعه في العلاج بتاعه الا بمراجعه الطبيب المختص.
يعني في بعض في حاله من بعض الحالات اللي الواحد بي 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 يعني بيتعامل معاها، يعني الواحد بيشوف امور عجيبه. بعض الافراد لما مثلا بيجي له الحساسيه يروح جاي، قصدي بيجي له دور برد مثلا او دور هو مش عارف بقى برد ولا كورونا وكده، فينزل مثلا للصيدلي، فتلاقي مثلا ممكن يكونش الصيدلي موجود، تلاقي اي حد موجود مثلا او اي حد يعني اي وصفه، ممكن حد الناس بتكتب وصفات معينه، مع احترامي طبعا مش من الواحد مش بقلم الصيدله، بس انا بتكلم من زملاء الصيدله، بس بتكلم على نقطه ان ممكن حد مثلا يوصف له مثلا حقنه زي هو بينزل يشتريها. يعني هو بينزل الصيدلي ملوش علاقه، هو بيطلب منه دواء بالظبط مثلا النقطه حد وصف له حاجه معينه، فينزل يجي يروح جاي جايب حقنتين ثلاثة ويروح جاي خلطهم ويروح جاي واخدهم، فتعمل له إصابة، تعمل له زيادة ضخمة جدا، أتاك شديدة جدا في نقطة الحساسية، فيصاب بصورة قوية جدا. فيتعمل بعد ما احنا مثلا نكون ماشيين معاه مثلا مدة طويلة نقطة علاج الحساسية ونقطة التهدئة الحساسية، ويبدأ ان العلاج يكون جايب نتيجة، كل اللي فات ده يكون مصيره هباء منصورة، بل بالعكس ان هو بيغير كل شكل الحساسية اللي عنده في الفترة القادمة. مثلا ممكن يكون خد مثلا علاج معين يصيبه مثلا، لا بيبقى له دايما احترازات، الدكتور الطبيب المعالج بيبقى له احترازات معاه في حاجات وحسابات ايضا فيما يتعلق بالسن والوزن وغيره، بيبقى في مثلا في حاجات طوارئ دايما بتبقى متعلقة مع المريض، دايما بيكون موجود عنده في البيت لأي سبب، لأي سبب طارئ بالنسبة لي. تمام. طيب يعني هو مع الألام والخسائر برضو في خبرات، يعني كورونا من 2019 فترة طويلة في الحقيقة، يعني مصر اكتسبت خبرات فيما يتعلق بالوضع الصحي. عايزين برضو نطمن من حضرتك على وضع المؤسسات الصحية، وهل هي فعلا أصبحت كاملة وقادرة بنسبة 100% على مواجهة ما يمكن أن يطرأ في المرحلة المقبلة؟ بالنسبة للأفراد وبالنسبة للأطباء وبالنسبة للدول، بالنسبة للأفراد بقى كل واحد كنا احنا في الأول احنا كنا بنخاف، لما لو حد في الشارع كله في بس عدوى كان الشارع كله بيخاف، والمشكلة ان انت لو حد أصيب انت لا عارف تتعامل معاه ولا انت عارف تدخل له، والناس بتخاف. يعني مثلا كان في بعض أول حالة وفاة الناس كانت خايفة تدفنه في يقول لك هينتشر وهيعمل وباء، ده كله الامور دي كلها تغيرت بالخبرات المتراكمه والمعلومات اللي الناس خدوها عن نقطه الفيروس والتعامل مع الفيروس، بقى بصوره بسيطه. فكان نقطه من الزياده اللي ممكن تزيد عندك نقطه المرض نفسه او نقطه الاعراض المصاحبه ليها ان انت ما تعالجوش في الاول، او ان انت تنكره. كان الشخص يقول لك يفضل ينكر ان هو عنده هذا الفيروس، لا يقول لك لا بس انا لو قلت عندي كورونا، حتى كان الناس يعني ايه مش بيقولوش الاسم يعني فيخاف فالناس يخافوا يقول لك لا بس انا لو قلت الناس كلها اللي حواليها هيمشوا. فاصبح لدى المواطن بقى عنده خبرات في التعامل والاكتشاف، وما عندوش وعنده ان هو يقول انا عندي كذا وكذا، والموضوع بسيط. الحاجة التانية بالنسبة للأطباء، الأمر برضو يعني إحنا كأطباء كنا إن أمر بالنسبة لنا برضو كان معلومة عنه كان ضعيفة، إن أنت كنا إحنا ندرسه، لكن أنت تشوفه بعينيك. أنا الحمد لله كنت في 2017 كنت مألف كتاب وكان واتنشر ليا، كنت بتكلم إن في أمراض منبعثة أو ممكن ترجع تاني، كنت بتكلم إن أول فيروس ممكن يرجع كان كورونا في 2017. من قراءة الأحداث وأنه كان موجود قبل كده بصورة أخرى كان في 2012. فبالنسبة لنا كأطباء الموضوع ده حتى التعامل بقى بصورة أفضل، البروتوكول بقى اللي موجود بنتعامل بقى كذا، وتقسيم وتصنيف الحالات بقى كذا، الدول نفسها بقى نقطة التعامل مع هذا الأمر ونقطة الاستخدام الفريق الطبي، استخدام الأمثل للقوة الطبية عندك بصورة أفضل وأمثل، وأن أنت تواجه هذه الأمور بصورة أفضل وأقل خسائر إن شاء الله. نتمنى بإذن الله تعالى السلامة لمصر وللدول العربية والإسلامية وللعالم أجمع إن شاء الله، تمر هذه الأزمة وتصبح في طي النسيان. لكن أعزائي المشاهدين انتهت هذه الحلقة من ملفات. في الختام أشكر
ضيفي في الاستوديو الدكتور أنور شاهين أخصائي العدوى والحساسية وعضو الاتحاد الإفريقي لمكافحة العدوى. شكرا جزيلا لتشريفك. شكرا لحضرتك، تشرفنا. أيضا أشكر ضيفتي عبر الهاتف الأستاذة الدكتورة جيهان فؤاد عميد المعهد القومي للتغذية. وفي ختام هذه الحلقة أشكركم أعزائي المشاهدين وإلى لقاء قريب.